شباب تحديث كثير كثير كبير وكثير رهيب. في كثير اشياء مهمة لازم احكي لكم عنهم، واحدة من الاشياء المهمة هي تعزيز التوازن، بالاضافة الى حدث جديد تبع الكلانات، كمان عنا اسعار كل سكن بسعره، فجهز جيبك. خلينا نبدا على طول. بداية مع الهايبر تشارجات اللي حينزلوا مع هذا التحديث. هايبر تشارج روزا الجذور الراسخة، بالاضافة للبفات اللي حتحصلها روزا لما تكبس هي السوبر، راح تكون في دائرة حواليها، هي الدائرة راح تخلي أي عدو بداخلها بطيء لدرجة أنك مستحيل تقدر تهرب من روزا. الأمل الوحيد أنك تتخلص من روزا إما أنك تقتلها، وهذا الشيء مو مستحيل بسبب درعها، أو أنك تعطيها ستان، أو أنك ترقد. لا تنسى أنك ناوي ترقد، بس لازم ترقد، لأنه غير هيك فأنا آسف لك مستحيل تقدر تهرب من قبضة روزا. هايبر تشارج مايسي الآثار الناجمة، سرعة مايسي مع الهايبر تشارج رح تصير رهيبة 30% زيادة، وسبرتها رح تصير تطلع طلقاتها. أول ما تكبس السوبر من تحت مايسي رح يطلع 6 طلقات من طلقاتها بنفس الدمج تماما. ممكن هي السوبر لو قدرت تضربها بالوقت اللي ضدك رح يندفع فيه تقدر تصيبه، أول شيء من اندفاع السوبر، وثاني شيء من طلقاتها اللي عم يطلع من هي السوبر. وعم موضوع إنه هدول الطلقات لو صابوا أحد حتعبي السوبر، فلو كبست السوبر تبعتك بداخل إنسان تقدر تعمل سبام سوبرات عليه. وعم موضوع إنك حتى لو صبت طلقة واحدة وأوريدي حتدفعه بالسوبر، فبيكون باقي لك بس طلقة واحدة تعبي السوبر تبعتك. هايبر تشارجو عاصفة المثلجات، بف السرعة كمان 30%، السوبر حقته راح تصير مجنوني بأنك راح تقدر بأول ما تنزل هي السوبر، أول ما يكون فيها أي عدو لهي الدائرة راح يتجمد على طول بدون أي نقاش. وهو الموضوع انك انت اول ما تجمدوا بهي السوبر حتكون مستخدم جيل بتعب السوبر تبعتك بشكل اسرع، فحرفيا حتعمل عليهم سبام سبورات بشكل مجنون. هايبر تشارج سي البرج الطائر 2، ما عدش في رقم 2 بس مكتوب 2. اغلب الابطال عم يعطوهم بف السرعة بشكل كبير، ما ادري اغلب الابطال كلهم 30% سرعة. سوبر جي سي راح تكون هيلها اكثر بنسبة 50%، وراح يكون دمجها اكثر بنسبة 20%. الهيل لحاله حيخليك كأنه في فرانك صغير بالماب، والدمج مع سرعة الجهاز لو كنت مستخدم هذا السرعة حرفيا يا شباب لو حطيته قدام خزنة هاي الخزنة ما راح تضايق، لانك حتشق شق بسبب الدمج اللي عم يجي من السوبر جيسي. الحين موضوع انه السوبر جيسي حتى لو انتهى الهايبر تشارج تبعتك او انتهت فترة الهايبر تشارج عادي، السوبر تبعتك حتضل كبيرة بنفس الدم وبنفس الدمج. فالحل الوحيد تخلص من السوبر انك تفجرها. هايبر تشارج كوليت روح المراهق، كمان باف السرعة اكثر شيء. كوليت اللي راح تسويه اول ما تكبس السوبر تبعتك راح يطلع معها كوليت صغننة، هاي الكوليت الصغيرة شو بتسوي كوليت كبيرة حتسويه. معنى اخر لما تندفع بالسوبر تبعتك حتندفع معاها، واي دمج بتدمجه كوليت نفس الدمج هيدمجه هاي الكوليت الصغيره. حرفيا حتقدر تعمل سبام سوبرات بحيث لو صبت احد مرتين والموضوع حيكون كثير دمج عالي على الخزنه، لانه كوليت اوريدي بروكن بالخزنه ولا حتصير بروكن اكثر. تشارلي ما راح نحكي عليها اليوم، حنحكي عنها بكره بالسنيك بيك تبعها، فاشتركوا بالقناه. خلينا نبدا بجد، وخلينا نبدا بالشيء اللي انتم كلكم تستنوه، تغيرات التوازن ان كان كبفات او نيرفات. بدايه مع بفات بيجير الميثق قوه التابع، راح تاخذ باف من انها تكون بتزيد قوه هذا التابع بنسبه 20% لانها تصير 25%. هالجير سعرها 1500 وعم يدفع جولد كثير، ومن الطبيعي تعطينا افضل اداء ممكن، فمع هذا الباف عاده تكون كويسه. جير ثاني خرافي كانت تخلي الاعداء الموجودين بالسوبر يدمجوا اقل بنسبه 10%، ولانها كانت قليله خلوها 20%. وعاده هالجير رح تكون كثير كثير قوي لانه اوريدي سوبر ثاني كبير، فممكن كثير اعداء ينصابوا فيها، يعني كانك معطيهم سمكرو تبع الستار بو. جير الدرع اخذ باف 300 زياده، قبل كان 600 وهلا صار 900، والوضع صار احسن بكثير خاصه بعد البفات اللي اجت لكل الابطال اللي صار دمجهم كثير عالي. ليون اختفاء السوبر تبعته مع استخدامك للجيل الخرافي كانت تطول لثانيه وحده، هلا صار تطول لثانيتين. دوغ رح ياخذ باف غريب حبتين، السوبر تبعيتك يوم كنت تبي تعطيها لصاحبك كان المدى نوعا ما صغير، فبراو ستارز طورت هذا المدى وعرضته، فعاده صار من ممكن انك اسهل انك تعطي السوبر لصاحبك ما تضل محتفظ فيها لنفسك، وما رح تضيع سوبراتك على الفاضي مع هذا الكبر. النيرفات حتبدا مع جير السرعه، رح تاكل نيرف اللي حتخلي السرعه لما انت تخبى بالعشب منها تكون 20% لانها تصير 15%. مو هالنيرف اللي كثير دمر هي الجير، انه احيانا براو ستارز يوم تلاقي شيء كثير قوي على طول بتقتله بتنقص مثلا 10%، فحبيت انه هالمرة خليت الموضوع عادل وخليت نقص له بس 50%. جهاز كرو الثاني صم البطء، هياكل نيف بدل ما يبطئك لمدة 3 ثواني حيصير بس ثانيتين. انا فرحان فرحان كثير. شيرين لما تكبس الهايبر تشارج تبعتها كانت قبل تقدر تعمل سبام سبام
سبان سبان. الوضع كان كثير كثير صعب انك توقف سوبرات شاري مع الهايبر تشارج، فبدل ما تكون انه تعبيت السوبر بنسبة 112% خليها 60%، يعني حتى لو عملت سبام ما راح يكفي انك تعمل سبام لدرجة انك ما حتوقف الهايبر تشارج شريتك. قص جهاز مفرقع البالونات فيني اقول وصلت نهايته. يوم تكبس هذا الجهاز وتفجر البالونة تبعيتك ما راح يعطي نوك باك، يعني ما راح يبعد هذا العدو، بكل بساطة حيتفجر ويدمج ولكن ما راح يزح العدو من مكانه. واعتقد هذا الجهاز مات للاسف. بيرن راح تاكل نيرف على جهاز النار العالي، بدل ما يخلي الدمج بنسبة 60%، يعني النار اللي بتصير بالدمج 60% على حسب دمج بيرن، هتصير 40%، واللي تقريبا هذا الجهاز كان اوريدي بروكن ونحن نحسه بروكن. جهاز سكويك الرواسب اللي كان يعمل دائرة بالدوم لثمان ثواني، هلا صارت دوم بس لست ثواني، وشكلها نهاية الأجهزة البروكن قربت. فانك اكل نيرف على الدمج، ضربة بعيد يوم كنت قريب على هذا العدو يدمج 2800 هلا صار دمج 2720، وانا بعيد صار يدمج من 700 ل 680. ما اعتقد النيرف يفرق كثير لقوة فانك، ولكن حقين فانك لازم يرجعوا يحسبوا الحسبة تبعيته بحيث يعرفوا متى ينطوا. نيرف لباستر على الدمج كمان، هذا قريب كان يدمج 2880 هلا صار يدمج 2800. مع النيرف اللي حيأثر على لباستر بشكل كثير كبير ولكنه بيضل نيرف. خليني ارجع واذكر كل ستار بورز والاجهزة اللي كان فيهم نسبة بتزيد هيل او دمج اخذوا تغيرات. خلينا نعطي مثال سريع على طول. صار شيلي الباندت كانت تهيئ شيلي 2000 هلا صارت تهيئ 2200. هاي النسبة حتزيد على حسب الجهاز وعلى حسب ستار وور، ولو عاد اشرح لكم عنهم كلهم حنضل لبكره. خلصنا تعديلات التوازن واللي الصراحة توقعته بيكونوا اكثر ولكن حلوين. خلينا نبدا نشرح عن حدث الخنزير الكبير. هذا الحدث حيغصبك تدخل الكلان حتى لو كان اسم الكلان الابطال الاقوياء، لانك انت حتحتاج تدخل على الكلان. زي ما عرفنا كل شيء بخص حرب الكلانات انحذف، اي شيء واي تفصيل كانت بخصوص حرب الكلانات انحسن بشكل كامل ليتبدلوا بهذا الخنزير الرهيب. تنويه بسيط، لو معك كوينز كافية تشتري سكنات كلان روح اشتريهم على طول. سكويك حيزيد سعره 79 جوهرة، واشو بولو ريكو حيزيد سعرهم 149 جوهرة، وداينامايك ب 199. فهي فرصتك لتفكر تشتري واحد من دول السكنات. خنزير كبير يا شباب ما عاد يسبب لي ادمان، قاعد ساعة بس كذا اكبس فوق والموضوع كثير رهيب وهي الحصالة تهز. المهم هذا الخنزير حيكون خنزير مشترك لكل اعضاء الكلان. انتوا اعضاء كلانك لازم تلعبوا التيكت الذهبي لتعبوا هذا الخنزير، تقدروا تفتحونه وتجيبوا اكبر عدد جوائز بطريقه انكم تفوزوا اكبر عدد تيكت. اي يعني مو بس لازم تفوز كثير، بل كل اعضاء كلانك لازم يفوزوا لتخلوا هذا الخنزير اكبر ويطلع لكم جوائز اكثر. هذا الخنزير راح يتجدد بشكل شهري، كل عضو بالكلان راح يكون معه 18 تيكت ذهبي ليقدروا يلعبوا فيهم. مع كل فوز شو ما كان نوع الفوز حيتعبى الخنزير تبعكم، حيتعبى اما بجولد باور بوينتس بلينك او حتى ستار دروبس. كل شيء عبيتوه بنهايه الشهر هذا الخنزير حيتفجر ويعطيك الجوائز على حسب اداك واداء اصحابك، فهذا وقتك لتلاقي كلام متفاعل وكويس لتقدر تحصل على اكبر عدد جوائز، لانه الستار دروبس اللي بتفتحهم هناك نوعا ما حيكونوا قيمين. لو كنت معرق بزياده وكنت الاول على الكلان، براو ستارز حتكافئك بانك تاخذ جائزه خصيصه لك واللي هي ستار دروبس اكثر. برجع عيد واكرر، ما ارجع لكون الاول. لو انت خلصت التيكت تبعتك وحسيت انه صاحبك الهطف قاعد يخسر او راح يخسر لو ليه لحاله، فحاول تصير صاحب المحترف في الكلان لحتى يقدر يساعدك لو كنت انت هذا الهطف. طريقه اللعب راح تكون عشوائيه بشكل كامل، اي يعني المود والماب والتيم اللي ضدك، وغير هيك حينضاف لنا تغيرات جديده على اللعبه عشان يكونوا موجودين بهذا المود. اول ما تخش الجيم نفس نظام الباور ليج ولكن ما في بنات، ولكن نفس واجهه الباور ليج، ما في وقت للتجهيز، رح تاخذوا ابطالكم الستي بسرعه وعلى طول يبدا هذا الجيم. لا انت رح تشوف وش ماخذين التيم اللي ضدك ولا هم رح يشوفوا، والموضوع حيكون كثير كثير مرعب. يعني تخيل تكون مثلا ماخذ بريمو اللي ضدك شيلي وانت اصلا ما تدري انه ضدك شيلي، فكل شيء لازم تسويه انك تدعي انه ما يكونوا ماخذين كاونتر لشخصيتك. تكرار الابطال عند تيم الخصم ممكن يكون موجود، زي ايام الكؤوس احيانا بيصير في تيم ضدك فيون فيو دبل بريما ودبل شيلي، هاي النسبه موجوده بهذا الجيم مود كمان. راح يكون في ثلاث تغيرات جديده. التغيير الاول قوه غير محدوده، لما تقتل احد من اللي ضدك راح ينزل منه باور سبيد الشو داون، كل ما قتلت احد راح ينزل، كل ما ضليت عايش اكثر ولميت هدول البور راح تصير اقوى لدرجه انك مستحيل احد يقتلك. تكون معك كذا 10 باور كيوبز وقاعد بنص هذا الماب وما حد قادر يقتلك، فكل اللي عليك تسويه انك تقتل اكبر عدد ممكن وبنفس الوقت تضل عايش. التغير الثاني الوقت الاضافي الفوري، اول ما يبدا الجيم على طول واي شيء بداخل هذا الماب راح يتدمر بشكل كامل. الحين الموضوع انك انت راح تكون مفسخ وممكن يكون في امل انك انت ماخذ شخصيه زي بريما وشيلي. الحين الموضوع انك انت راح تعرف شنو هذا التغير قبل ما يبدا هذا الجيم، فلو مثلا في تغير الاوفر تايم اكيد ما حتقدر تاخذ بريمو فحتاخذها على حسب هذا التغير، فهذا الموضوع حيضيف متعه بشكل كثير رهيب. التغير الثالث شجيره خارقه، اي مكان في بقعه عشب بهذا الماب حيبدا يتكاثر
كأنه نفس الفيروس حرفيا حيبدا يطلع لك بلوكات عشب بتزيد شوي شوي. ممكن هذا الماب لو ما في اي شخصيه بتدمر هذا العشب او تحرقه حيصير كل الماب عشب وخلاص، والموضوع حيكون كثير فله لو ما اخذ جير السرعه. فهذا المود ما بالضروره يطلع لك واحد من ثلاث تغيرات، ممكن يطلع لك مود ما في اي شيء مجرد جيم عادي وخلاص. على حسب اقوال الشركه قالت انه حبت تعمل هذا الشيء لتضيف المتعه للاتحاد ولطريقه التفاعلات بالكلان، واللي الصراحه ابدعوا بهذا الشيء لانه حاسس هي المتعه تكون كثير رهيبه وانت ما اخذت شخصيات ما لها دخل بالشخصيات اللي ضدك. يعني ما راح تحتاج تفكر بوش تاخذ ووش لازم تاخذ، كل اللي عليك تفكر فيه انك تلعب وخلاص. هي غير التغيرات وباقي الاشياء، فالموضوع حيكون كثير كثير فل. مع نزول هذا الخنزير للنبي براوسرز قرر يرحب فيه نفس ما رحبت بالستادروبز، حترحبنا بهذا الخنزير بان تضيف لنا جوائز يوميه لمده 25 يوم. كل يوم تقريبا حيكون عندنا ستادروبز او بين لنحصله بشكل يومي. كل اللي عليك انك تدخل بهذا اليوم لتحصل هدول الجوائز، ولازم ما تضيع اي جائزه عليك لانه ممكن هي ستادروب يكون فيها ليجندري وتحصل فيها سكن احلامك. الستادروبز كلهم حيكون على حسب حظك، الا اخر ستادروب او قبل اخر ستادروب حتكون على حسب رانك كلانك. لو مثلا كلانك كان اكثر شيء موصل ماستر، هذا الحدث حيتاخذ على اكثر شيء موصله مش على اخر رانك وصلتوا له. لو كلانك وصل اكثر شيء برونز او سيلفر، اخر ستادروب لك حتكون استثنائيه. لو كلانك وصل اكثر شيء جولد، اخر ستادروب لك رح تكون خرافيه. لو كلانك وصل اكثر شيء دايموند، اخر ستادروب لك حتكون اسطوريه. ولو كلانك وصل اكثر شيء ميسك، قبل اخر ستادروب لك حتكون خرافيه واخر ستادروب لك حتكون اسطوريه. ولو كلانك وصل ليجندري وماستر، قبل اخر ستادروب حتكون ليجندري واخر ستادروب حتكون ليجندري. فالموضوع ما حيكون فيه فرق كبير ولكن مجرد فروق بسيطه، ورح يصير في شويه تعديلات بسيطه على الكلانات. لما بدك تروح تنشئ كلان هلا صار لازم تدفع 1000 جولد. الكلانات رح تنفتح منكم 400 بدل من 900 جولد. لما تبي تبحث على الكلان هذا الشيء يتحسن بكونه براول، رح تبدا تخلي الاولويه للكلانات المتفاعله. يعني بالتوب حيكون في عندك اكثر الكلانات المتفاعله من حيث الاعضاء، وشوي شوي هذا الشيء حيخف، فحاول تخش على اول كلانات. هلا كمان حتقدر تشارك لقطتك لتسوي فيها عبد محترف هذا الكلان، وانه ما حتكون حلوه. يعني لو سويت لقطه او شيء زي كذا بتكتب لهم اوه شوفوني انا عبد محترف، حيحسوا طريقه الدعوه للاعضاء الجدد. الهايبر تشارج الخمسي كلهم راح ينزلوا بيوم التحديث، طريقه نزولهم حتكون مختلفه عن اخر مره نزلنا هايبر تشارج. بخصوص هايبر تشارج البطل الجديد تشارلي راح تنزل مع تشارلي، يعني يوم يخلص هذا الباس بعد 14 يوم. طريقه شراك الهايبر تشارج انك حتقدر تشتريها ب 79 جوهره بدون ما تحتاج انك تشتري الباقه كامله، هي للناس اللي ما بيحبوا ان يشتروا البنات وإلات. بخصوص الباقات راح ينزل عليهم عرض بسعر 144 جوهره، واللي نوعا ما بيعتبر عرض مغري بالنسبه للاشياء الموجوده فيها. ما راح يكون في جولد، ما حتقدر تشتري الباقات بجولد، ونوعا ما لو فكرتوا بالباقه مرتين حتقولوا انه الشركه معها حق. بالنهايه لو ما حبيت تصرف ولا جوهره بعد 14 يوم، براو ستارز راح تنزل لك دول هايبر تشارج ب 5000 جولد، وحدث الهايبر تشارج راح يرجع لنا على اللعبه مره ثانيه. هذا المود الخاص كل المابات والمودات حيكونوا بشكل عشوائي، والبطل تبعك حيكون واحد من دول الابطال السته، ولكن المهمه ما راح تكون 15 فوز. بدل ما انك تحتاج تفوز 15 فوز تخلص هاي المهمه وتاخذ جائزتك، لازم بس تستخدم عدد الهايبر تشارج المحدد منك. بالاخر ما راح تعتمد تيمك على شيء، بس انك تروح تلعب وتجمع هايبر تشارج وتضربهم. لو خلصت المهمه براو ستارز حتعطيك ستار دروب على شكل هايبر تشارج، هاي الستار دروب حتفتح لك هايبر تشارج وحده من هايبر تشارج الموجودين بداخل هاي اللعبه. ما بالضروره يكونوا اخر 6 هايبر تشارج جزء من اللعبه، ممكن يكونوا وحده من 6 القدامه، ممكن يطلع لك هايبر تشارج سبايك او بول او اي هايبر تشارج ثاني، فالموضوع كله بايد حظك. ولو كنت انسان بطران وفاتك كل الهايبر تشارج قبل ما ينزل هذا الحدث، حيعطوك 1000 جولد بدل الهايبر تشارج. على حسب تصويت اللاعبين صوتوا لمود المبارزه، وراح يرجع اللعبه بدل مود الحصار، بالاضافه الى مود المحو كمان حيرجع. بما انه حكينا عن كل شيء بخصوص هذا التحديث واهم الاشياء اللي لازم تعرفوها، خلينا نبدا مع السكنات البراولوين. قبل ما احكي لكم عن السكنات، تذكروا يا شباب اي سكن بتفكروا تشتروه لا تنسوا تستخدموا كود نينجاوي، لانه ذا الشيء بيدعمني بشكل كثير مجنون. ليون الزيب الابيض راح يكون سكن خرافي بسعر 199 جوهره. هل السكن المفروض يكون شبيه بسكن ليون الزيب الازرق طبعا الهالوين، بس بالنسبه لي هذا السكن احلى بكثير من ذاك السكن. ضرباته راح تكون عباره عن سلاسل حديد، والسوبر تبعته حترسم لك شجره حرفيا بالمكان اللي طلعت منه او المكان اللي اختفيت منه، حيطلع لك شجره من الارض. شلي ساحره البومي حيكون سكن بسعر 199 جوهره، واللي راح يخلي شلي تطير على المكنسي كانها ساحره، وعلى راسها حيكون في بومي وسلاحها شكله شكل بومي. افكتاتها عباره عن نوع من انواع خلطه السحر تبعتها، شبيهه كثير للضفادع وعيون الضفادع، والسوبر حقتها راح تطلع بوم باللون الاخضر.
بوم اي بومات مش بوم اي بوم. كابوتشا فانج ب 749 جوهرة او 5000 بلين. حلو بسكنا انه اليقطين اللي بيكون ماسكه فانج ما ماسكه بيده بل ماسكه برجله. وغير كذا حرفيا فانج كيف ما لفعته حتلاقي في عليه اضوي نفس الاضاءة اللي تكون كذا كثير كثير رهيبة. افكت الضربي رح يطلع وحش معصب باللون الاخضر تبعه وشكله كثير كثير رهيب. والسوبر رح طلع وجه كبير بزيادة من رجله ورح يكون الوضع بيخوف حبي. سام المهرج الشرير بسعر 900 جوهرة او 2750 بلين. ما ادري ليش بس دايم احس سكنات سام بيكون سعره كثير رهيب بالنسبة للسكنات. بس سكن سام هاد اعتقد بالغ بالافكت تبعه حبتين انه حرفيا سام بدور وجهه كأنه لف ولف. فالموضوع بيخوف. ضرباته حيطلع الاسنان تبعته او الاسنان تبعت خدع المهرجين والسالف ذي. ولكن مع افكت لون ازرق بشكل كثير رهيب. والسوبر حقته كمان بنفس الطريقة هاي الاسنان بلون ازرق غامق اكثر. لما تنزل على الارض حيطلع منها مهرج ناشف بالنص كل شوي يطلع. كوبرا لولا حيكون السكن الباور ليج لهذا السيزون. كالعادة حيكون سعره اما ب 140 جوهرة او 5000 بلينج. واللي حيخلي لولا بدل ما يكون عندها ثعلب حيكون عندها كوبرا. ضرباتها رح تصير عبارة عن ثعابين كثير كأنها قاعدة تعمل سبام ثعابين. والسوبر تبعتها رح تنسخ شكلها الاصلي واللي اصلا هي مربية ثعابين. نيتا انياب الفيل حيكون اغلى سكن لهذا التحديث بسعر 299 جوهرة. السكن رح ينزل معاها بينز صورته بروفايل وبخاخ وكمان افكت لصوت نيتا. دبنيتا بيتحول لفيل خايد الحروب العالمية كلها. ونيتا بصير لون عيونها حمر. افكت الضربة تبعها عبارة عن كرة زرقاء كبيرة حقت السرك. ولما توصل الكرة للمكان بيطلع وجه مهرج على الارض. لما نيتا تطر هذا العدو راح يطلع من قبعات السحر تبعتها ايد فيل لتسحب هي الجسي لجوا. والفيل حقها صوت اول ما ينزل حرفيا فيلم رعب. وشكله عبارة عن فيل بيمشي برجلتين. بايرون مدير حلبة السرك حيكون سكن بسعر 199 جوهرة. واللي مخلي بايرون مخلوق شرير بزيادة بافكت الظلام تبعه اللي بيصنعه من ايده والقرون حقته وكمان على ظهره في عيون. هذا الشكل طالع كثير رهيب على بايرون. الضربات رح تطلع عيون ولكن مع افكت باللون الازرق واللي رح يخليه احلى وحدة. السوبر حقته رح تطلع شكل عظمه بعيون بالنص بشكل كبير كثير. سكنات الهنديه وبدايه مع سكن جروم رفنا بسعر 199 جوهره اللي هيخلي ضرباته فوق عم يطيروا بشكل كثير رهيب. بعيدا عن ضرباته بتطلع وجهه براسه سيف. اول ما توصل هي الضربه على الارض حتطلع اربع سيوف على كل طرف. بير واو 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 بتطلع لك وجه كبير بيتحرك كأنه جاهز يقاتل. وهاي الوجه بيتحرك وهو عم ينزل وطلع الشكل كثير كثير رهيب. ولما تنزل بتطلع افكت كثير حلو. فرانك فانارا بسعر 199 جوهره. بعيدا انه فرانك طالع معضل ورهيب وحالي لما بتدير فرانك لورا حتلاقي عنده ذيل. واللي ما ادري ليش فرانك قرروا يحطوا له ذيل. ضرباته من قوتها راح تصير تشق الارض وتطلعها لبرا بشكل كثير كثير رهيب. ولكن افكت السوبر حيخلي نفس الافكت ولكن باللون الاصفر. احس مسلكوها اي شيء وخلاص. راقي بسعر 199 جوهرة. كشكل من برا ما احب الالوان الزرقاء ولكن الحمد لله هذا السكن عشان ما يظلموه باللون الازرق نزلوا له اخ. هذا الاخ حيكون لون لهذا السكن. حتقدر تشتريه ب 900 جوهرة واللي احس لامبو كذا صار احلى بكثير. افكتات الضربة تبعيته واو. تنسي يا شباب يوم يضربوا هدول الضربات بتطلع لك هيك روح ساتسفاينج بشكل كثير رهيب. اسمعوا اسمعوا بالله عليك. سوبر حقته رح تكون في شموع بالارض ولما تنفجر الشموع حيطلع لك وردي بشكل كبير. كرة المفتش وبين الراكون وباستر ذو المنشار الكهربائي رح يرجعوا على اللعبة وكلهم حيكون سعرهم 140 جوهرة او 5000 بلينج. ايدجار رح يحصل على لونين لسكن ميجا ايدجار تبعه. كل واحد من الالوان حيكون سعره 49 جوهرة، واحد باللون الاخضر وواحد باللون الازرق. فتح الكشافي قص بسعر 29 جوهرة. لا بأس فيه كسكن بسعر 29 جوهرة. وحلو موضوع هذا السكن فرجانا وجه ثاني لقص. مورتيس لاعب الهوكي بسعر 149 جوهرة او 5000 بلينج. واللي راح يكون عشان البطولة العالمية لسنة 2023. شكله من برا معطيك الوان البطولة العالمية تبعت براول. وافكتاته بيعطيك لون الثلجي مع رياضة الهوكي. والسوبر حقته عبارة عن كرة هوكي طالعة بشكل مجنون. لونها متأنقة بسعر 149 جوهرة او 5000 بلينج. واللي احس السعر مبالغ فيه لحد ما. عبارة عن لونة طبيعية بس خلوا شكلها غنية اكثر. والثعلب تبعها صار ثعلب على شكل روبوت. ضرباتها عبارة عن نجوم بالوان حلوة تقريبا. والسوبر عبارة عن كوبي من الشكل الاساسي. تقريبا في جليتش بنسخة مطورين ولكن يوم ينزل لكم هذا السكن حيكون بنفس شكل هذا السكن. بس لحين مستغرب من السعر. بام حصلت على بينز وسبراي وصورة بروفايل للسكن التنين تبعها. وكمان حتحصل على افكت قتل. هاي الافكت حيكون عبارة انك تحرق جثة اللي عم تقتله. عارفين فوق ما انك قتلته حرقت جثته كمان. سكن دايناميك الروبوت بنفس الطريقة حصل على الف شيء بخصه. وغير هيك افكت القتل تبعه راح يطلع لك قفازات، هي قفازات حتدور وبعدين توقع بالارض. كل البينز
الخاصة بجيسي تغير شكلها إلى لائم شكل جيسي بعد الروموديل ويصار كثير كيوت إلى حد ما. وأعتقد خلصنا سنيك البيك الأولى، استنونا مع سنيك بيك تشارلي. أحبك إلى حتشتري سكين بكودي.